موجز الأخبار من ليبيا الحدث، حياكم الله مشاهدينا. أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني طائرتين تركيتين مسيرتين فوق منطقة وادي دينار قرب مدينة بني وليد غرب البلاد وما بين منطقة تيناناي ونسمة. وأفادت مصادر عسكرية أن إسقاط الطائرتين التي كانتا تحاولان استهداف الاحتياجات الخاصة بالمناطق من مواد غذائية ووقود ووسائل تموين أو نقاط حراسة وبوابات أمنية. وكانت المنصات الدفاعية قد استهدفت أمس الخميس طائرة مسيرة أخرى وتمكنت من إسقاطها في سماء مدينة ترونة. أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن استقرار ليبيا لن يتم إلا بالقضاء على اتباع داعش وتنظيم القاعدة والأتراك المتحالفين مع حكومة الصخرات وميليشياتها. أضاف الميهوب أن الحل يكمن في العزم على تطهير البلاد من هذه الشرذمة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المجتمع الدولي بات يدرك جيدا أن هذا الأمر خاصة بعد الذي حصل في مدينتي صبراتة وصرمان من انتهاكات جسيمة طالت المدنيين العزل. وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بشأن العدوان التركي على المدن الليبية. وتناول المستشار صالح في خطابه ما تتعرض له ليبيا الدولة المستقلة العضو في الأمم المتحدة من غزو تركي وإرسال الأسلحة والمرتزقة والجماعات الإرهابية للميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس، مؤكدا بأن هذا التدخل يحدث على مرأى ومسمع من المنظمات الدولية مما يمثل خرقا للقوانين والقرارات ونسفا لمخرجات مؤتمر برلين. قال المفتي المعزول الصادق الغرياني أنه يجوز للعناصر الإرهابية والإجرامية اللجوء إلى العملية الانتحارية ضد الجيش الوطني. واعتبر الغرياني خلال استضافته عبر قناة التناصح أحد الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية بأن العملية الانتحارية مشرعنة وجائزة إذا نتج عنها إيقاف وعرقلة العدو، في إشارة منه لوحدات الجيش الوطني. بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني مع وزير الخارجية عبدالهادي الأحويج آخر مستجدات الملفات الليبية المشتركة مع كل من الجزائر وتونس. وناقش الثني خلال الاجتماع على حيثيات الاتصال الذي أجراه مع نظيره الجزائري ووزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية حول المعلومات الواردة بتورط بعض الأطراف التونسية مع حكومة أردوغان التركية ضد الشعب الليبي. ختام الموجز مشاهدينا، لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب تليجرام، كما يمكنكم تحميل تطبيق القناة على أجهزتكم المحمولة. وبإمكانكم أيضا المتابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث .net. أشكركم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.